هلا والله شباب، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير. رجعت وياكم بفيديو جديد، وهو شلون تصعد حسابك بالانستا. اكو طريقتين، يا اما تجمع عن طريق برنامج فيرا فولور، او يا اما عن طريق الانستا بدون حساب وهمي او بدون اي تعب ومشاكل. هسه نجي على الطريقة الاولى اللي هي عن طريق حساب الانستا. نفتح الانستا، تتابع الحسابات الطاقة. راح تقول لي شنو هي الحسابات العفو، شنو هي الحسابات الطاقة. نجي ندخل هنا، نكتب مثلا اول اسم اللي هو حساب كريستيانو، حساب موثق وملايين المتابعين به. طبعا انا متابعة، راح الغي المتابعة وارجع شوية واتابع مرة ثانية. تفوت على المتابعين مالته، شوف الحسابات الطاقة اللي متعدية الملايين او اللي موثقة مثل ذن الحسابات، تابعهم هيج بهاي الطريقة، وان شاء الله يصطلك المتابعين بدون تعب. الطريقة الثانية، او قبل ان نبدأ الطريقة الثانية اللي اقوله، يعني هاي الطريقة اللي تستخدمها، استخدمها كل 15 او 10 دقائق وارجع لنا وتابعهم حتى ما ينحضر حسابك. هسه نرجع على الطريقة اللي هي التجميع، تجميع النقاط ببرنامج او تطبيق فيرا فالور. ندخل على التطبيق، لا تستخدم حسابك الاساسي، استخدم حساب وهمي، وماكو واحد ما يعرف اللي هو حساب الوهمي شنو. طبعا مثل ما تشوفون هسه انا مجمع نقاط 266 نقطة، اريد ادزهن لحسابي. نجي ندخل على هاي الطلب للاخرين، نضغط عليها، هاي اكتب المعرف مالتي، اعذرونا النت شوي عندي ضعيف. بعد ما فتح بهاي الواجهية، اضغط على هاي اللي مكتوب اطلب متابعا. الثاني عندي هنا 266 نقطة او عملة، هنا ايش قايل لك؟ قايل لك تكلفة الطلب اللي هي المطلوبة، تجي تحدد. هسه مثلا احدد على 266 نقطة، اشوف ايش قد راح يصلني من عندهم. هسه 133 متابع راح يصلني لهذا الحساب، هذا الحساب بلين استخل، اشوف ايش قد بيه هسه حاليا. هسه حاليا حسابي بيه 268، 6K و268. والمتابعات، اول متابع جاني اللي هو عن طريق هذا اللي توتنا سويناه قبل شوية، متابعة عن طريق الانستا الحسابات الطاقة. هسه نروح نرشق من هذا البرنامج. هسه عندي هنا 266 متابع او عملة، ينطون شقد 133، انت طلب تم تسجيل طلب المتابع الخاص بك بنجاح، اضغط على هاي شاكرين. هسه نروح وين؟ على هاي او نروح على انستا، نشوف المتابعين مالتنا زادوا او لا. 268، نحدث. مثل ما تشوفون سرعة جهنمية نار، اقسم بالقرآن.
100 متابع بلحظة ثانية واحدة. هاي مثل ما تشوفون 268 هسه 449، ينطيك يعني عدد زيادة عن يعني العدد اللي تطلبه أنت. كل ما تحدث يصعد حسابك. وبس هاي الطريقة، وإن شاء الله تعجبكم الطريقة الأولى والثانية. ولا تنسى الاشتراك بالقناة حبايب وتفعيل زر الجرس، وتتابعنا على انستغرام اللي هو حاولك إياه أسفل القناة بالوصف، أو قناتي على التليجرام اللي أنشر بيها حسابات وهمية اللي تقدر تجمع بيها نقاط عن طريق برنامج فيرا فالور. السلامة.